يسر دار أدال للدراسات والثقافة والنشر عبر نافذة أدال في إطار المكتبة التصويرية أن نقدم لكم من سلسلة لقاءات في توثيق تجربة المناضل الأستاذ عبد الله حسن علي. في هذه الحلقة نبدأ معكم بآخر ما تحدثنا مع الأستاذ عبد الله حسن فيما يخص مرحلة ما بعد تجربة المؤتمر الوطني الأول وبعد المرحلة الأخرى اللي هي المؤتمر الوطني الثاني فيما يخص التيارات السياسية وقضية بعض المواقف التي أثيرت في هذه التجربة. أستاذ عبد الله حسن، نعود معك في نهاية الرحلة والتي نأمل أن تخوضها معنا في مرحلة قادمة من خلال كتاب تكتبه، لكن سنكتفي في محطات أساسية. المحطة الأولى التي نود منك أن تتحدث حولها ما بين المؤتمر الوطني الأول والثاني أو في رحلة المؤتمرين وبرنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، هناك قوة أو تيارات سياسية برزت في هذه المرحلة كقوة مناهضة لدور القيادة التي كانت تواجه هذا الخضم الكبير على المستوى الداخلي في الوطن، على مستوى قضية الوحدة الوطنية، على مستوى قضية الأقليم والتحالفات الجديدة بعد نظام الدرج الاشتراكي في إثيوبيا. هنا برزت بعض التيارات التي تعرف أحدهما بماغو، ماغو ماركساويانغو جيلتات، اللجان الماركسية، وأيضا كان هناك تيار بعثي موجود وكان له قوة ضغط خارجية تحديدا من دولة العراق، كما أيضا هناك كانت في تيارات إسلامية منتشرة في بعض المؤسسات لجبهة تحرير إريتريا، إلى أن ظهرت حركة الإصلاح الأخيرة في دنكاليا. هذه المراحل كيف تراها ولماذا حصلت وطبيعة يعني بعض المشاهد كشاهد على التاريخ، لو ألقيت بعض الملامح بدون إسهاب كثير، يعني ما بنطلب منك تحل مشكلة تنظيم محلها، لكن تلخيصك لها بيساعد المشاهد وبيساعد المراقبين وبيساعد التوثيق في جانباته السلبية والإيجابية للتجربة. تفضل أستاذي. نعم، ولن طبعا برنامج الجبهة اللي أخصته في المؤتمر الأول وبرضو المؤتمر الثاني ما يختلف عنه، برنامج وطني ديمقراطي ممكن يردي كل الجهات، لكن طبعا الخلافات أساسا برزت أكثر بعد المؤتمر الثاني. هي كانت الحاجات دي في المؤتمر الأول، يعني توجهات مختلفة، وده كله أسبابه كانت إنه التفكير في الإيمان بأيديولوجيات معينة. وطبعا المرحلة دي مرحلة بتاع التحرير، والأشياء دي ما مفروض تكون في الفترة دي. حتى الواحد إذا عنده أي فكر أي يعمل بأي أيديولوجية عندها مرحلة تانية، لكن بصراحة أي حاجة عندما ترفع في وقت غير وقتها وهي تشكل خطر دائما وتكون مصدر بتاعة خلاف. على هذا الأساس الناس اللي ما كانوا مرتاحين مثلا سواء كان من برنامج الجبهة أو توجهات الجهة اللي كانت مسيطرة أكثر، طبعا بطريقة سرية وغير سرية كانت تظهر هناك اختلافاتهم وتوجهاتهم، زي ما قلت ما أقول كان زعامه الأخ حري، وأيضا الآخرين اتجاهات بعثية اتجاهات إسلامية، برضو الحركة اللي نسمى الحركة اللي سموا نفسهم حركة الإصلاح، كل ده طبعا ظهر، والأسباب زي ما قلت يعني
برضو كمان بجانب آخر كان في هناك حزب سري برضو في الجبهة لحزب العمل. وطبيعي إذا كان الناس ما تتفق في برنامج حد الأدنى، كل واحد عنده رؤيته وتوجهاته اللي يحاول يطبقها على الوطن، لكن وطن حر يعني. أنت الآن في عضو رئيسي هناك وحاجات، ده مفروض الناس ما مفروض ما كانت تكون مصدر بتاعة خلافات، لكن أساسا أي حاجة إذا رفعت في وقت طير وقتها، ما نقدر نقول ليه تفكروا كده ليه تعملوا كده، ما أقدر أقول الواحد كده، لكن إذا رفعت غير وقت دائما هي دائما تأثر على وحدة الداخلية وتكون مدرة. الحاجات دي فعلا كانت، وتمت اعتقالات بتاع جهات مختلفة كانوا معتقلين لحد ما الفترات الأخيرة بتاعة الثمانينات، دي فعلا حالات كانت موجودة. لكن طبعا أنا كنا في الدفاع للجيش الإثيوبي اللي كان يندفع لاستعادة المدن المختلفة، ومع الانسحاب من المدن المقاومة استمرت حصره في المدن اللي احتلها، وكانت في خيضة معارك مختلفة. بعدين كل ما 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 رجع كل المواقع اللي تحررت بس المدن الكبيرة، والجبهة بالذات كانت في كل المواقع الإثيوبية لحد اتجاهات بنكاليا وغيره. وأنا طبعا في الفترات الأخيرة في 79 80 من الموقع اللي كنت فيه، أنا وده طبعا أكثر الفترة اللي قضيت في ضواحي حماسين، من ضواحي حماسين انتقلت في مواقع أخرى، ومع تكوين الألوية أيضا، ده الألوية اللي تكلمنا يعني 78 أشرنا، لكن ما دخلنا فيها بيسار، حنخش فيها بيسار. أيوة. على كل حال يعني الخلافات دي فعلا تأثيراتها وأسبابها واضح، يعني من ضمن الأسباب الأساسية زي ما قلت أنا، إذا رفعت شعارات في وقت غير وقتها دي اللي حصل، وده أخطاء من ضمن السلبيات التجربة بتاعت الجبهة يعني. ودي الأسباب زي ما قلت، الخلافات والرؤية تختلف، رؤية مختلفة اللي يحملها الآخر هي دي اللي سببت في الاختلافات اللي كانت داخل الجبهة يعني. كده نفهم أنه برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية كان بيأكد أنه هناك في تيارات أو في قوة، لكن كلها تعمل في إطار جبهة وطنية ديمقراطية وبرنامج حد أدنى اللي هو برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية. أيضا هناك قضية الصراع الرئيسي والصراع الثانوي، في لحظة أنه الناس اختارت توجه كل مجهودها تجاه القضية الأساسية اللي هي تحرير المدن وتحرير الدفاع عن هذه الأرض وهذه الثورة، برزت تلك التيارات في اختيارات الغير متوافقة مع القيادة السياسية، لم تنفي حقهم في تعبير عن آرائهم السياسية، لكن بتحاول أنت تقول تنظيم هذه الحقوق وفق برنامج الحد الأدنى دون التأثير على مسار الثورة اللي هي متفق عليها وفق البرنامج الوطني الأول والثاني. هل هذا التوصيف صحيح لكلامك؟ نعم طبعا، زي ما ذكرت أولا ما في هناك، ما كانت هناك تعبئة حسب التوجهات بتاعهم، يعني تعبئة عارف ماركسية ولا إسلامية ولا عديل كده، ما كانت الحاجات دي. لكن في دائما يعني يعتبر البرنامج ده برنامج يمثل اتجاه معين معادل لتفكير أفكارهم وكده، مع أنه بصفة عامة هو مؤتمر يعني هو برنامج وطني مع برضو فرد فيها يعني نوع من الفرد أفكار بالذات اللي تعتبر تنسجم مع الحزب السري اللي كان موجود داخل الجبهة اللي هو حزب العمل، وذاته حري ذاته هو من حزب العمل، لكن برضو يعني في الاختلاف برضو هنا يعني. أيوة. وعليه مش عشان كان في يعني تعبئات والواحد تحرمه وتسمح له، المسألة ما كانت كده،
لكن عدم الارتياح دي وكان موجود والناس مفروض ما تواصل يعني ما تهتم كثير بالأشياء دي. في كل مرحلة عندها وقت اللي ممكن تتعارض فيه رأيك ولا تطبق فيه ولا غيره. احنا ما موجودين في مرحلة بتاع اختيار ايديولوجيات وغيره، لكن دي دي, دي ما حصل والسبب في المرحلة ذاك الخلافات وغيره السبب الأساسي كان كده يعني. هذه مرحلة وهذه قضية يعني مشكور لك أنك وضحت أهم التيارات اللي فيها والخلافات اللي حولها. كنت تحدثت في معرض حديثك أنه نقطة لم نأتي عليها اللي هي قضية اللواءات، كيف شرحت لنا الضرورة اللي تمت فيها تكوين اللواءات، لكن للتوثيق أيضا كم لواء كان موجود ولو تتذكر أكيد قياداتها أو المراحل اللي هم خاضوا فيها. زي ما قلت لما كبر حجم التنظيم جيش التحرير وبعدين الإمكانيات أيضا إمكانيات أيوة. برضو كمان اتطورت لأن التصليح وغيره يعني أيوة. تمت الألوية اللي تمت كانت حوالي 8 لواء، أساسا كان 9 لواء، اللواء الواحد دموه في ألوية أخرى اللي ظهر على الأرض وكان موجود في المواقع القتالية المختلفة كان حوالي 8 لواء يعني حسب ما أتذكره، واللواء 61 لواء 44 اللواء 44 اللي كان قائده دريس علي، لواء 61 اللي كان قائده ولد داود تمسجن، لواء 71 اللي كان قائده شهيد تمساح كلهم شهداء طبعا، واللواء 72 افتكر واللواء 71 اللي يقوده برضو عثمان محمد حي موجود، واللواء 69 اللي يقوده حامد محمود شهيد طبعا 69، واللواء 97 اللي كان يقوده قبراي تولدي، لواء 77 اللي كان يقوده شهيد سعيد صالح، بقى مننا لواء واحد، لواء 64 نسيت اللواء لواءك لواء 64 اللي كان يقوده معادل خليفة حسين خليفة، وأنا كنت نائب اللواء دي كانت الألوية. طيب 9 8 لواءات وتاسع اللي هو 75 لم يكتمل اللواء، لواء 64 أين مواقعه؟ ما هي أهم المعارك اللي خطوها لوجستيكيا؟ مش كلها لكن بما تقدر تتذكره، وكيف كان دوره في التصدي للعدو وأيضا مواجهة القضايا اللي كانت تواجه جبهة حرير إريتريا؟ بانوراما، أدينا بانوراما الشاملة بما يمكن تتذكره يعني. الألوية طبعا اللي تكونت حدد لها الموقع بتاعت العمل، واللواء 64 كان مخصص ليه ويمشي لمنطقة دنكاليا، دنكاليا شمال وجنوب يعني حسب، واللواء دي رأسا اتحرك هناك. طبعا التنظيم ده تم في المؤخرات، واللواء دي مشى الموقع بتاعه لدنكاليا، وهناك طبعا المهام معروفة يعني الاستمرار مهما العدو عاد في المدن. في هناك كانت في عمليات إذا كان حاول يخرج من المدن معارك ثم حصروا على المدن فقط، يعني منع من امتداد في الأرياف، المهام لسه موجودة ومواصلة، وإذا أمكن أيضا استمرار أيضا القتال مستمر يعني. وخذت معارك كثيرة في دنكاليا بالذات المنطقة اللي كان فيها، وحتى كان في عمليات في البحر أيضا البحرية الإثيوبية، كان في اعتراض يقول عندنا البحرية مع أنها ما للدرجة دي منظمة ومؤسسة متكاملة ما كانت، لكن كنا عندنا عناصر بتاعة البحرية بالإمكانيات المتوفرة برضو قوة تنشط في البحر، هو مهام الأساسي كان ذاته نقل الإمدادات العسكرية وغيره من دنكاليا إلى القريب
والشمال وكذا. والمقاتلين ايضا على الارض ايضا كانوا يتحركوا لعمل عمليات لما تكون في هناك بواخر اثيوبيا طبعا نور عبر والمناطق ذاك بالذات قريبه لباب المندب دنكاليا ده المنطقه بتاعت الوادي من باب المندب الى مسوى منطقه طبعا واسعه وكان يتحركوا في البحر عمليات تعداد الجيش وفي الريف ايضا تعداد افراد الجيش في هذه المرحله في منطقه دنكاليا تقريبيا تقصد اللواء اللواء والله زي ما قلنا اول التشكيل بتاعه هو يتكون من ثلاثه كتيبه وكل كتيبه من ثلاثه سرايا طبعا التشكيل معروف يعني حوالي 2000 كده يعني من 1400 ولا 2000 كده كان اللواء وهي بعد الألوية طبعا هذا كبيره هذا اللواء 64 هل كان عنده علاقه بالساحل في فتره من فترات نعم هل كان عنده علاقه بالساحل في فتره من الفترات اللواء 64 لا ابدا بس توجه اصلا توجه طوالي راسا المنطقه بتاعه هي منطقه دنكاليا لا انا بخلط لانه انت كنت في فتره فترات في الساحل انا طبعا يعني بعد 77 بعد 78 تحول كنت وجهت للساحل كنت في الساحل وتم تعييني نائب للواء وانا في الساحل بعدها اتجهت مع اللواء الى دنكاليا تقريبا في نهايه 79 وكنت في دنكاليا من 79 الى 81 التوجه للقرب يعني وزي ما قلت مجابهة للعدو معارك كثيرة خيضت مع العدو يعني في مناطق مختلفة وبعدين برضو من ضمن الأشياء في الفترات الأخيرة الخلاف اللي كان مع الجبهة الشعبية تطور والجبهة الشعبية قامت ببرنامج يعني ضربنا وكان في قتال برضو مع الجبهة الشعبية في منطقة دنكاليا يمكن دنكاليا تعتبر إحدى الحلقات القوية الضعيفة القوية بمعنى أنه منطقة صراع حاد على مستوى البحر الأحمر على مستوى الجبهة الجنوبية الشرقية المؤاخية لجيبوتي وإثيوبيا والمساحة الواسعة بتاعتها الطبيعة الجغرافية الصعبة وجود جبهة تحرير إريتريا في هذه المراحل كان أكثر من دور غير أنه الدور العسكري في دور سياسي في دور اجتماعي قاعد يبذل أنا ما بعرف وجودك في المرحلة ديك هل كان قبل حركة الإصلاح أو بعد الإصلاح ده السؤال الأول السؤال الثاني طبيعة الصراعات اللي تمت بين جبهة تحرير إريتريا والجبهة الشعبية في دنكاليا في مقولة أرجو أن صحيحة يعني أنه كم تنكبت جبهات التغليلة أتيها كسلة بمعنى أنها زي كأنها في سجادة ملفوفة الجبهة تدرجت من دنكاليا إلى أن وصلت بين يوم وضحاها لكسلة هذه الرواية قد يكون أبعد من الحقيقة وما ممكن يفتى ومالك في المدينة يعني فأنت هنا كنت موجود في المرحلة دي السؤال الأول هو حول دورك متابعتك لحركة الإصلاح ودي حادثة كانت مؤثرة في تاريخ الجبهة أيضا لأنه ماتوا فيها كثير من القيادات العسكرية كانت مقاتلة القضية الثانية اللي هي قضية المواجهة مع الجبهة الشعبية أولا الجماعة اللي يسموها حركة الإصلاح قبل الجهة أيوة. أنا كنت في الساحل كنت في الساحل 78 ولا 79 قبله هو وطبعا الجماعة ما كانت أيضا مرتاحة زي ما ذكرنا من الوضع الداخلي بتاعة الجبهة وكذا وأما المجابهات اللي حصلت مع الجبهة الشعبية وبدأت في دنكاليا بدأت في مناطق بتاعة بوري شبه جزيرة بوري جزيرة بوري أيوة مناطق اسمها بردولي درعاش إلى سموتي الحدود الإثيوبية منها استمرت لحد ما وصلت المعارك بيننا وبينهم اتجاهات بركة
طبعا هناك بدأت المعارك معاهم تقريبا شهر 10 سنة 80 يعني. أيوة. من 10-80 بالتحديد أول معركة بتاعت بردولي كانت يوم 20/10 80 في في شوي جزيرة بوري. أيوة. من في عسائلة قنافنا سويرة يعني يمكن في أكثر من ما أقل من كم 20 معركة حصلت على حسب ما على حسب ما قريت في قائمة كانت موجودة صدرت منك أظن في بعض الوثائق هي 27 معركة هاي تقريبا كده. أيوة. لحد آخر المعركة اللي عملناها تقريبا كلها 27 معركة ودي الفترة ما بتاعت يوم ولا يومين ولا الناس التفت زي تنكوبت زي فرشة وصلة السودان. أيوة. أخذنا سنة كاملة لحد يمكن آخر معركة عملناها كانت في فورتو. أيوة. ودي كانت في شهر 81 يعني 10 شهر تقريبا 10 شهور بعدين بالضبط يعني شهرين سنة. في شهرين في 80 و 6 شهور هنا معناها قريب 8 شهور اي 8 شهور 8 شهور 8 شهور حرب وانا بتذكر لما وصلنا من منطقه دنكاليا انسحبنا الانسحاب ايضا كانت عنده اسبابه يعني مش معناها احنا بصراحه مش الهزيمه ما كنا يعني معارك محدده من كم 27 ده اللي يمكن كانت اليد العليا لهم بكل المعارك تقريبا كانت اليد العليا لكن بعدنا من المناطق بعيده وبعدين الجبهه الشعبيه جتهم اسعافات من اثيوبيا من تجراي يعني تجراي يمكن ما اقل من لواء جاهم حوالي 12,000 اللي يكونوا هم اللي دخلوا عبر سموتي اول مره ذاته خشوا لقوا مجاميع هناك وبدات المعركه معاهم هناك عن طريق منطقه عن طريق بده 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 من تجراي أيوة. طبعا ايوه الجبهه الشعبيه لتحرير تجراي لتحرير تجراي لانه هي طيب هنا في مغالطه تاريخيه انه الجبهه الشعبيه ما شاركت الويانب او الجبهه الشعبيه لتحرير تجراي ما شاركت في المعارك وانت قاعد تقول 27 معركه جزء لواء كامل جاء واللواء كان قدر ايه عدده؟ والله هم طبعا اول مره جوا حوالي ما اقل من 2500 كده هم لكن في خلي بالك يعني هم طبعا في اعترافات في كتب عنهم ذات الجبهه الشعبيه تجراي اللي كتبوه الكانوا معاهم وغيره ايوه وعدد الجيش اللي بتاعته يعني الخشه لمسانده الجبهه الشعبيه ايوه هو ما اقل من 12,000 يعني 12,000 مقاتل الفتره ذاك الخشه من سموتي ايوه هم كانوا ما اقل من لواء لكن حوالي 12,000 هم اللي خشوا لي هل شاركوا في 27 عملية ولا في 27 معركة ولا جزء منها؟ في المعارك اللي تذكرتها في بحر الثمانية شهور الشيء المتأكدين هو لحد 6 شهر المعارك اللي أخذنا لحد 6 شهر في منطقة نحن بيننا سكة غلط بين من أسمرة إلى مندفرة هم بجاي نحن بجاي حد الفترة ذاك الشيء اللي نعرفه أيضا القوة اللي جت من اتجاه تجراي ده أيوة تقريبا إلا بس كانوا إلا اللي قتل واللي انجرح وكان ينسحب يعني وطبعا عشان ما جاهم دعم عددهم ما كان كبير لكن بعدين يكون جاي يعني على كل حال هم شاركوا ما في المنطقة دي بس حتى في المناطق الأخرى في اتجاه الساحل كانوا موجودين لأن عدد الخشة حوالي 12 وده اعترافات في حاجات مكتوبة في كتب أوكي. كتبوها هم وكذا اتجاه دور الجبهة الشعبية تحرير تجراي شاركوا مع الجبهة الشعبية في القتال طيب وكان في أسرى من التجراي من الوي يعني من الوي كان في أسرى طيب هنا جينا تكلمنا عن اللواء 64 ودوره في دنكاليا وأنت كنت نائب المناضل حسين خليفة في هذه المرحلة كيف تم انسحاب جبهة تحرير إريتريا من لواء 64 واللوات الأخرى إلى أن وصلوا لمنطقة القاش وبركة في تلك المرحلة والله أقول أولا ما ممكن نحن عزي السبب الأساسي في قلة المقاتلين أو ضعفهم في القتال ولا كده أسباب أخرى برضو موجودة ولكن كان في خلل في قيادة هذه المعارك الدفاعية ضد الجبهة الشعبية وويانه
وإلا صحيح المعارك حتى المعارك واحد بواحد في هناك تفاصيل موجودة يعني الخسائر اللي كانت فيهم. ثم المعارك زي ما قلت معزمة بالذات اللي أعرفه أنا شاركت فيه في معزم المعارك اليد العليا كانت لنا. والمواقع الأخرى اللي كان بدأ برضو القتال وما بدأ برضو من الساحل من اتجاه الساحل كانت في معارك مختلفة ويعني برضو في المعارك ده ما معناها كل المعارك كانت لصالحهم، لكن هم طبعا عشان كان عندهم الاستعداد الكامل قدروا يتفوقوا على هذه القوة ويجبروها تتراجع. وبعدين يعني الزول اللي كان مستعد والما مستعد ما واحد. بعدين الجيش بتاع الجبهة كان في مواجهة مع العدو، كل همه كان مواجه للعدو وفردت عليه هذه المعركة وعليه. وبعدين كمان في نواقص مختلفة، الأوضاع الداخلية ذاته، مسألة القيادة ودوره في قيادة المعارك ده، ممكن الواحد لو خش في تفاصيله لا يخلو من النقص في الإدارة في الجانب العسكري أيضا. والسبب الأساسي زي ما قلت أنت حسد في دنكاليا، يعني نحن عندنا جرحى عندنا شهداء أعداد كبيرة، تخسر 10 جريح عندك ولا 20 و10 شهيد، إذا ما تجيك بديل لهم على الأقل نص العدد. دعم دي كانت حاجة تواجهنا نحن بالذات في دنكاليا، افتقدتوا الدعم اللوجستيك الداعم لكم. لأنه ده كان في نواقص في المسألة ده في التنسيق وفي توجيه، وعدم وجود غرفة منظمة كده تدير المعارك. يعني في نواقص كثيرة لو الحتة دي مش مسألة فقط ما تشوفه بمنظار عسكري فقط. وطبعا ده كلها تأثر انت تخليك زي ما انت تراجع، وده اللي حصل. يعني استاذ عبد الله بهذا التحليل حول تجربة اللواء 64 وتجربة المواجهة مع الجبهة الشعبية تحرير إريتريا مدعومة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على حسب الرواية اللي ذكرتنا والتفاصيل اللي موثقة كما ذكرت، بننتقل إلى جزء آخر ونعود إلى سؤال جديد في نهاية الجزء اللي حيكون ختام لهذه البانوراما المتواصلة من سنة 48 إلى سنة 80، الحقبة الزمنية واللي تعددت فيها الأمكنة واللي تعددت فيها الحوادث. نلتقي بكم، نستودعكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والهدف هو إنه نحن ودينا أبينا لتجربتنا، يعني تجربة الثورة مليئة ببطولات. موضوع السحف الأمريكي جاك كرامر، وطبعا سنة 68 جاء السودان، كانوا يتكلموا عن أيام وحدة الإفريقية، تكوين وحدة الإفريقية، وحدة الإفريقية افتكر 63 وكده تكونها ما دافعت لنا، وهي شايفة إثيوبيا بيحتل إريتريا وساكتة، عشان كده دورة ما ينفع. الفرقة بكاملة غنوها مع حافظوها معنا بالساهو بكاملة حافظينها، نشيد عبارة عن نشيد.